إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين بغير حساب. هذا العنوان هو جزء من الآية العاشرة من سورة الزمر، حيث قال ربنا جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. الله جل جلاله هو الذي يعطي الأجر والحسنات لفاعل الخيرات والباقيات الصالحات، هو الذي يقدر الحسنات ويعطيها تفضلاً منه لعباده، والأجر مع الصبر وفير. فربنا جل جلاله وعد الصابرين بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية تقوي قلوب الصابرين المحتسبين، هذه الآية تستميل قلوب المبتلين إلى التزام الصبر والمصابرة، فالصبر صعب ولكن أجره وفير. وصدق الشافعي حينما قال: من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب. والصبر في النائبات صعب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. الصبر جميل، الصبر جليل، الصبر خليل، الصبر أجره عند الله كبير. سبق في علم الله أنه سيبتلي الناس بما يشاء وكيف ما شاء ومتى شاء. ابتلى الجميع، ابتلى صفوة خلقه من النبيين والمرسلين، ابتلى نوحاً شيخ الأنبياء وهو من أولي العزم من الرسل، ابتلى موسى، ابتلى عيسى، ابتلى محمداً، ابتلى يوسف، ابتلى يونس وهو في بطن الحوت، ابتلى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم قدوتنا
قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمثل. ابتلى الله إسماعيل وإبراهيم كما يحكي القرآن في سورة الصافات في الآية الثانية بعد المئة الأولى، حينما قال إبراهيم لابنه أنه يرى في المنام، رأى في المنام أن يذبحه، فقال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ابتلى الله أيوب، أيوب رمز الصابرين، قال الله تعالى في سورة صاد الآية 44: إنا وجدناه صابرا. ابتلى الله يعقوب بفقد يوسف، ثم بعد ذلك يأتي أخوه كلاهما مفقود، قال يعقوب وهو يستقبل هذا النبأ الحزين حينما جاء أولاده عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت، الآية 18، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونطق يعقوب بهذه الآية في رقم 83 من سورة يوسف حينما قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فمن ثمرات الصبر الجميل الأمل، في الآية 18: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في الآية 83: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ابتلى الله النبيين والمرسلين بما يشاء، ابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا بما يشاء، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مع ذلك أمر أن يكون صابرا كما صبر أولو العزم من الرسل. في سورة الأحقاف الآية 35: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في يوم من الأيام حصل للرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل بعد يوم حنين، فماذا قال؟ عملا بهذه الآية الكريمة تذكر موسى الذي أوذي ولكنه صبر، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أما نحن معاشر الناس، أقول ما قال ربنا جل جلاله في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ووعد الله ووعده الحق أن يكون مع الصابرين في عديد الآيات، في سورة الأنفال الآية 46: إن الله مع الصابرين،
وفي سورة الأنفال الآية 66 والله مع الصابرين. أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. الصبر أنواع. ألف، الصبر على الطاعات والقربات، فالطاعات تحتاج إلى صبر جميل، وتحتاج إلى نفس طويل، ليظل المؤمن ملازما للطاعات والقربات إلى نهاية أنفاسه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. النوع الثاني، الصبر عن المعاصي. ترك المعاصي يحتاج أيضا إلى صبر، ويحتاج إلى صبر جميل، ليتخلى الإنسان السوي عن المعاصي والذنوب، وإذا ما اقترفها يعود سريعا إلى ربه، متمثلا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنوع الثالث، الصبر عند نزول النوائب. الصبر عند نزول النائبات، عند حصول المصائب لا سمح الله، فإذا نزلت وجدت قلوب المؤمنين صابرين يحسنون التعامل مع القضاء والقدر، وبذلك يكتمل إيمانهم. فالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا من تمام وكمال الإيمان. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصابرين، وأن يعطينا جميعا الأجر الوفير، مصداقا لقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم كن معهم يا رب العرش الكريم، يا رب العرش العظيم. اللهم ارحم شهداءنا في غزة وفي فلسطين، واشف مرضانا وجرحانا. اللهم يا ربي أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين المعتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. استوى واستقيم وارحمكم الله، استوى واعتدلوا. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام